النود اللي بعد كده هي البي جي دبليو. البي جي دبليو بتريفير للبي دي ان جيت واي، وهي الجيت واي ما بين الاي بي سي والبي دي ان. وبالتالي البي جي دبليو بتاخد اليوزر داتا من الاس جي دبليو وتعمل لها روتينج للبي دي ان، وبتاخد اليوزر داتا اللي جايه من البي دي ان تعمل لها روتينج للاس جي دبليو. وبالتالي البي جي دبليو هي اللي تقدر تكونكت اليو اي باي بي دي ان هو عايز يكونكت بيها. وعشان كده لازم نكونفيجر كل البي دي انز اللي موجوده عندنا في النتورك على البي جي دبليو بتاعتنا. النود اللي بعد كده هي الاتش اس اس. الاتش اس اس بتريفير للهوم سبسكرايبر سيرفر. الفانكشن بتاعت الاتش اس اس في النتورك ان هو بيستور السبسكريبشن انفورميشن بتاعت كل اليو ايز اللي موجوده في النتورك. السبسكريبشن انفورميشن زي ايه؟ زي مثلا اليو اي مسموح له يكونكت على انهي بي دي ان في النتورك، لان مش كل اليو ايز مسموح لها ان هي تكونكت على كل البي دي انز اللي موجوده في النتورك. في يو ايز مثلا مسموح لها ان هي تكونكت على البي دي ان بتاعه الانترنت فقط، وفي يو ايز ثانيه مسموح لها ان هي تكونكت على البي دي ان بتاعه الانترنت زائد ان هي مسموح لها تكونكت على البي دي ان بتاعه النتورك بتاعه الكومباني بتاعتها. كل ده متسجل فين؟ متسجل في السبسكريبشن انفورميشن بتاعه اليو اي اللي متسجله في الاتش اس اس.